طابت أوقاتكم. الانتخابات الرئاسية في مصر أجواؤها تزداد تنافسا كلما اقتربنا من يوم اختيار رئيس مصر القادم، لكن الملف الأمني المصري سواء في الداخل أو الخارج ينال نصيب الأسد من مناقشات مناصري المرشحين، نظرا للخطر المتربص بالمصريين على الحدود من كل الاتجاهات، وهو ما حاول التركيز عليه كلا المرشحين في حديثيهما. حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. أكدت وزارة الداخلية قيام 250 طالبا بجامعة أسيوط من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ظهر اليوم الثلاثاء بالتجمع أمام البوابة الغربية للجامعة وقطع الطريق، وأن قوات الأمن تعاملت معهم بالغاز المسيل للدموع وتمكنت من تفريقهم، وعقب ذلك انفجرت عبوة محلية الصنع أمام ذات البوابة دون حدوث إصابات. أكد الدكتور خالد رمضان مدير مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة وفاة الطالب إسلام محمد أحمد غانم طالب كلية الهندسة الذي أصيب اليوم خلال اشتباكات طلاب الإخوان وقوات الأمن، وأن وفاته جاءت لتأثره بطلقات خرطوش في البطن من الناحية اليمنى والصدر. أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أن الخدمات الخاصة بالتعرف على بيانات الناخب جاهزة تكنولوجيا، ولكننا نعمل على تحديث البيانات بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج بالتاسعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي لكل دولة، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية في انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات للبدء في تشغيل الخدمة، ونتوقع أن يكون ذلك بداية من الغد. كيف سيتعامل الرئيس القادم مع ملف الأمن سيما في ظل وجود بعض الحركات المسلحة على الساحة العربية، والأهم أن هذه الحركات ترتكز في الأساس على أيديولوجيات ثابتة؟ نرحب في حلقة اليوم بسيادة اللواء محمود زاهر الخبير الأمني، أهلا سيادة اللواء. أهلا بك. وكذلك نرحب بالدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات السياسية والدولية بالأهرام، أهلا يا دكتور سعيد. أهلا بك سيادة اللواء. هبدأ مع سيادتك فكرة حديث يعني كلا المرشحين عن البعد الأمني، وربما أن الناخب المصري بحاجة في أول ما يحتاج إلى الأمن، يعني بعد 3 سنوات هو يفتقد إلى هذا الأمن. يعني ما أهم ما استوقفك في حديث المرشحين عن الأمن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتنا لحضرتك ودكتور سعيد، خاصة أنه دمياطي زي حالاتك. طيب. علينا بس اولا في نوتس بسيط كده، مفهوم الامن عند الناس مع احترامي الشديد يا استاذ محمد مغلوط. فمن يتحدث عن الامن بدايه من التعليم والثقافه والوعي والاقتصاد والاجتماعيه، الارض الاجتماعيه والاستابيليتي بتاعها والنسيج بتاعها، يبقى بيتكلم على امن حقيقي متكامل. اما اذا كان بيتكلم على امن من منظور ان اخر مرحله من مراحل الامن هي المواجهه ايا كان شكلها بتسلحها او ما بنراه، هذا تعريف قاصر. عندنا مرشح بيفهم هذا الموضوع وتحدث فيه من خلال لقاءاته من منظور الامن المتكامل، ولذلك هو بيعتني وقال بالحرف، وده شيء انا معاه تماما واي انسان بيدرك هذا الامر، قال ان احنا الناحيه الاقتصاديه بدايه زي بدايه هي اللي هتديني بعد كده التعليمية وهتديني الإعلامية والوعي كمصروف وصرف عليها بما فيها حتى الناحية الصحية وخلافه. يبقى أمن علي نمرة واحد اقتصاد. ليه اقتصاد؟ النهاردة حضرتك الإنسان البطال أو اللي فيه بطالة هنا عنده قانون موجود إنساني في الحياة، سد احتياجاته المعنوية المادية، ما تسددش لابد أن يجد سبيل حماية لتواجده. دائما بيكون السبيل هنا مستني وبيصطادوا او بيلقطوا او بيستدعيه في انه ياخده في اتجاهات، اهم اتجاه يريحه ويحسسه ان هو مش اتجاه جنائي واجرامي هو ما يمكن ان يكون ايديولوجي، وخاصه بين قوسين اسلامي. اما بيقول له تعالى انت بتدافع عن دين، خلاص وجد نفسه، فهيلاقي المصروف وهيلاقي الاكل وهيلاقي الجنه. اعتقد ان ما فيش حد يعني هيضمن الثلاث حاجات دول. وبالتالي بركز قوي على كلمه امن، اذا ما بداتش بالاقتصاد عشان يبقى في قناعات واستابيليتي انسانيه او استقرار انساني نفسي يستقبل المعايشه الامنه،
يبقى انا مش هيكون عندي امن. طيب يمكن يا فندم دي في حاله من حالات الرفاهيه، فكره ربط الامن بالاقتصاد. يعني لدينا الان في الشارع، الشارع يعني ليس بهادئ، ليس حتى بجاذب للاستثمار، ليس يعني بداع الى العمل الاقتصادي، فيمكن هو ده الهاجس الاولي، فكره الامن الحالي. والله حضرتك شوف، اولا انا هنا الوقت الشارع عندي في مرحله امنيه متقدمه، اي مرحله الاقتصاد عدى منها، الفقر عدى بيها، وصلت لمرحلة الثبات الأيديولوجي أو الثبات العقائدي، وبالتالي اللي موجود عندي النهاردة في تصنيفه إذا كان من جماعة الإخوان فهو على مبدأ واتجاه وأيديولوجية زي بنشوفها في الزرعة الشبابية الصغيرة في الجامعات، دول لهم أيديولوجية بيضم إليهم بقى كل من هو منتفع، سواء تحت اسم بلطجي، تحت اسم أولتراس، بعض من 6 إبريل، بعض من كذا، بعض من كذا، ده تجميع. إذا أنا النهاردة عشان أناقش المرحلة اللي عندي حاليا هي مرحلة متقدمة في الإطار اللي احنا قلنا عليه، وبالتالي لابد أن أنا أواجهها بالترجيع لبعيد عن الشارع عشان الحياة تمشي، وأبدأ أعمل المنظومة اللي قلت لحضرتك عليه، مفيش فيها فصال، لازم أتعامل معها فكريا، احاول اتفاهم مع هذه الايديولوجيه اللي بقت اما ثابته مش هعمل فيها حاجه خلاص هتبقى تحجرت، واما لسه عندها قابليه وهذا ما نتمناه، يبقى هنا الحوار والحوار البناء والوعي مضاف بقى اليه ان انا ابدا اسد له حاجته واحسسه بكيانه اللي هي الناحيه الاجتماعيه، هنا اجيب نجاح معاه. انما لو اتعاملت مع الحاله المتقدمه دي يبقى ابدا من الاخر ان انا نمره واحد اوقفه مواجهه بالظبط كده، وبعدين ابدا من الاول. طيب دكتور سعيد، يعني كيف رصدت الاطروحات الامنيه في حديث كلا المرشحين؟ يعني اعتقد انه هناك ميل كبير جدا من عامه الشعب لاحد المرشحين باعتبار ان لعبته الاساسيه الامن بشكل عام. المهم اساسا انه وضح حتى لدى الدول الاخرى انه يعني المرشح الأول أو الثاني أعتقد أنه لا ينطلق من فراغ أو من عشوائيات، وإنما ينطلق من خريطة طريق، خريطة مستقبل ينبثق عنها انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، وبالتالي مصر بشكل عام لا تتحرك من فراغ، وإنما تتحرك من منطلق معين ومعروف لدى المرشح الأول أو الثاني مثلا على سبيل المثال. لكن على أي حال في العلاقات السياسية الدولية نؤمن بأن تبنى على شيئين، الاحترام المتبادل للشعوب، والشيء الثاني المصالح المشتركة. والدول حريصة جدا بعد أن حاولت مرارا وتكرارا سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بشكل عام يعني الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، لكن إرادة غالبة، الشعب المصري العظيم الذي قام بثورة في 30 يونيو لابد من احترامه، وإن صناديق الاقتراع هي التي تقرر ما إذا كانت هذه أو تلك مع أو ضد يعني الشعب المصري، وليس الشعب الإسرائيلي أو الشعب الأمريكي، والذي يقرر من سيكون الحاكم بشكل عام. لكن الأهم من ذلك هو أنه الآن موجود بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه إذا تكلمت عن السياحة لابد أن يكون هناك أمن وأمان، إذا تكلمت عن استثمار كما أشرت أنت يعني لابد أن تتكلم عن أمن وأمان. الأهم من ذلك أن مصر معروفة بشكل عام بالأمن والأمان، يعني بلد الأمن والأمان، هي يعني كان هناك موجود في جنوب أفريقيا أو دول أفريقيا لم يوجد أمن وأمان إطلاقا. أحد مراسلي لجريدة الأهرام كان يقول لنا يعني هذه نعمة كبيرة جدا الأمن والأمان في مصر، يجب أن تعرفوه. اليوم عرفنا كثيرا، وحتى عامة الشعب عرفت هذا، ولذلك عندما يتكلم من يعرف الأمن والأمان بالفعل والاستقرار وكل هذه الأشياء أعتقد أنه يعني يحصد عدد كبير جدا من المصريين. في علاقة مصر بالغرب يا دكتور سعيد، هل ترى أن الإقبال الذي حدث خلال التصويت المصريين في الخارج ربما يعني سيزيد من وتيرة أن تسير الأمور في مجاريها يعني؟ أعتقد، بس دعني أشير إلى مسألة الانتخابات في الخارج، وقد كنت رئيسا للجالية المصرية حوالي 10 سنوات في فرنسا، وأمضيت هناك 20 عاما، وأعرف جيدا إلى أي حد يمكن أن تكون المشاركة السياسية مهمة بالنسبة للجالية المصرية، وعددها في فرنسا ربما من يعني حوالي 100,000 مصري. أعتقد بشكل عام أنه
كان هناك مطالب كبيرة في زمن الرئيس المخلوع من جانب الجاليات المصرية لوجود مشاركة سياسية في الاستفتاءات في الانتخابات الأخيرة، لكنه لم يكن. كان هناك ودن من طين ودن عجين، نقول ما نقول ولا يفعل أي شيء إطلاقا. وأعتقد أن هذا مكسب كبير يشعر به الجاليات، تشعر به الجاليات المصرية الموجودة في الخارج. الأهم من ذلك أن النسبة التي شاركت في الانتخابات نسبة يعني مع احترامي الكبير ضئيلة جدا. لماذا؟ لأنه أولا هذا مطلب كان مهما جدا بالنسبة للجاليات المصرية، فلماذا لا يكون هناك عدد كبير؟ الشيء الثاني، الأرقام الإحصاءات الرسمية حسب وزارة الخارجية المصرية تؤكد أن هناك 8 مليون مصري في الخارج، 8 مليون مصري في الخارج أو ربما 9 في الخارج كله سواء أوروبا أو حتى المنطقة العربية. يعني إذا قلنا 4 مليون 3 مليون يمكن أن يشاركوا وأن ينعموا بمسألة يعني إدلاء بأصواتهم، نجد أن هناك 315 ألف، يعني رقم أقول جملة بس جداً. وحسكت 315 ألف هو أعلى رقم للمشاركة للمصريين منذ التغيير في يناير، منذ ثورة يناير، أعلى رقم، أعلى من الاستفتاءين وأعلى من انتخابات 2012. أعرف جيدا أن أولا حديث العهد، نحن حديث العهد المشاركة السياسية، هذه نقطة لابد أن تصلح في الإطار. الشيء الثاني أن الانتخابات عن طريق البريد الإلكتروني منعت بشكل آخر، يعني ربما ساعدت بشكل في تقليص عدد الناخبين، لكن هذا العدد لم يرضيني إطلاقا، لأن كنت أجلس كرئيس الجالية المصرية وكان هناك أصوات عالية جدا بأن لابد أن تكون، يجب أن يكون هناك شيء آخر نفخر به غير مجلس شورى النواب الذي تأسس عام 1866 ونحن أقدم ديمقراطية في المنطقة العربية إلى آخره. يعني لابد أن يكون هناك مشاركة. كانت موريتانيا تشارك في الانتخابات، كانت الجزائر رغم ما فيها، كانت العراق رغم، لبنان، شمال إفريقيا، لم تكن لمصر أي دور. عندما يكون لنا دور لا نجد المصري إلا أعداد بسيطة جدا. أعتقد بشكل عام أن غالبية المصري الذين اتخذتموا ومازلت أتصل بهم حتى الآن، يعني أعتقد أنه يرون في أحد المرشحين هو الذي ينقذ مصر، يعني إنقاذ مصر من الضلال كما يقول الإمام الغزالي. لكن بشكل عام هذا رقم هزيل لا يرضينا على الأقل. سيادة اللواء، ربما التقديرات الأولية بتشير إلى حصول المرشح السيسي على أكثر من 90%. ما أعرفش هل ده يصب يعني في اللي احنا عاوزينه من نظرة عادلة لطبيعة المجتمع، أم أنه ربما في الغرب تحديدا يؤدي إلى تعميق فكرة الانقلاب وما يروجون إليه، مش عارف. لا، أولا هو حتى بالقياس لما تفضل به الدكتور سعيد، احنا عندنا في قياسين. لو هقيس بالمطلق، وأعتقد الدكتور سعيد اتحدث في عملية إطلاق، أنا عندي 8 مليون بالغ اللي تم تسجيلهم، قبل كده كان 681، وده رقم طبعا هزيل بالنسبة لل 8 مليون ما حصلش حتى 10%. يبقى أنا لو هقيس بالمطلق، لا، أنا ما زلت أمام حجم مشاركة ضعيف. ولكن هذا الحجم تم تأسيسه إمتى؟ قبل ما اللي بره سواء على المستوى الأوروبي أو الأمريكي أو العربي ما يستشعر إن في فترة جديدة أو في نفرة جديدة أو في شكل جديد وهو خريطة مستقبل حقيقية. لما حصلت هذه الخريطة وما يناظرها من إجرام زود قيمتها، وبالتالي هنا ما حصل الإقبال اللي حضرتك بتقول عليه، وده المحور الثاني في القياس. أنا لما أجيب 315 حتى الآن، أنا ما أعرفش إن كان ده نهائي، لأن أنا الفرق حوالي 1000 أو 1000 ونص، يعني حاجة زي كده. لو قلنا 315 يبقى أنا عديت 50% تقريبا. وهذا رقم بقياس جميع ما تم من تصويت سابق سواء كان في دستور أو في غيره، هو رقم ممتاز. بهذا القياس النسبي يديني انديكيشن محترم قوي. هو ايه؟ ان باذن الله اعتقد ان 681 مش هيظلوا كده. نمره 2، لو اضفت اليها ان انا حسيت بالمشاركه وانا ما عنديش استعداد كامل بما فيه التصويت الالكتروني، وبين قوسين طبعا انا من المتحذرين عليه لاسباب كثيره جدا ولا يجب ان نقع في الحته دي كويس. ولكن عندي مساحه ان الناس بقت عندها نشطه، يبقى انا النهارده بعد كده هتوقع ان نسبه التسجيل اولا اللي هبدأ أقيس عليها هتزيد بإذن الله، وبالتالي يصبح القياس المطلق هو نفسه القياس النسبي بنسبه العالي. أعتقد هذا تمام، وده شيء هيكون يعني مرحلة أنا شايف أنها
بالوتيره اللي احنا ماشيين فيها وبالمصداقيه اللي ماشيين فيها اعتقد انها تكون كده. في نقطه طيب. بقى مهمه قوي ممكن خليها بعد الفاصل. اتفضل. طيب وايضا يعني للتذكير النتيجه النهائيه يعني حتى اللحظه المؤشرات الاوليه للمصريين في الخارج تؤشر الى فوز المرشح عبد الفتاح السيسي باكثر من 90%، يعني هم محددينها ب 92. ان شاء الله غدا في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ستعلن النتيجة الرسمية من قبل اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية. حصل المشير عبد الفتاح السيسي على 92% من أصوات المصريين في الخارج في 46 دولة تم فرز أصواتها بالكامل، من بينها دول السعودية والإمارات والبحرين وقطر وأمريكا، حيث حصل على 223,934 صوتا من إجمالي 241,926 مصريا أدلوا بأصواتهم. حصل المرشح الرئاسي حمدين صباحي على 14,542 صوتا من إجمالي 241,926 مصريا أدلوا بأصواتهم، فيما أبطل 3,450 ناخبا أصواتهم في نحو 46 دولة تتقدمهم دول الخليج العربي. قال المشير عبد الفتاح السيسي إنه إذا كان الأمر يتطلب تعديل اتفاقية السلام فيجب أن نعدلها، مضيفا يجب أن نتصدى لجميع المخاطر، وأنه إذا احتجنا تعديل هذه الاتفاقية فإسرائيل ستتفهم ذلك لأنها تتفهم أن غياب القوات المصرية خطر عليهم. فكرة كام ديفيد، كلا المرشحين تحدثا عن الأمر وكلا المرشحين قال إن والله ممكن قوي نقبل تعديل الاتفاقية، وربما إن يعني البعض بيقول إن كلا المرشحين غازل الناخبين بفكرة كلمة التعديل. طيب نرجع لموضوعنا وهو 315 اللي قلناه قبل الفاصل، 315 ألف مصري صوتوا في الانتخابات الرئاسية بالخارج، هو أعلى رقم، وكان سيادة اللواء محمود زاهر كان عنده تخوف من فكرة التصويت الإلكتروني أو الماسح الضوئي. اتفضل. هي حضرتك يعني التخوف له أسبابه وله أسباب موضوعية من حيث القياسات الأمنية ومن حيث سعة الهامش اللي ممكن يدخل منه ثغرات أمنية إلكترونية. أما بتحدث بقول أبطل ناو دلوقتي أنا ما أقدرش أعمل، ممكن في المستقبل، لان اولا دي مساله اقتصاديه في نفس التوقيت، اقتصاديه جامده جدا جدا، عشان اعمل انضباط لاكثر من معادله امنيه الكترونيه بصرف النظر عما هو مشاع، ان طالما عندي رقم قومي او المساله ديجيتال يبقى انا يستحيل التزوير. ايوه كلمه يستحيل دي هي دي الثغره اللي ممكن يعني بتتفتح فيها بيبان كثيره جدا. اساسا كل الالكترونيات هي مساله ديجيتال، يبقى انا داخل في لعبه الديجيتال اساسا. حاليا ما اقدرش، او حاليا ما اتعملتش الاسطمبة اللي تامني لو انا فتحت المساله تصويت الكتروني لل 8 مليون واخد بال حضرتك عشان احصد كما ذكرنا حاليا اجيب منهم على الاقل 3 أو 4. لا انا مش حاليا ما ينفعش، في المستقبل وموش البعيد قوي اعتقد انها. مين اللي ممكن يزور في الانتخابات دلوقتي ست اللواء؟ لا اولا خد بال حضرتك احنا مش هنقول بقى اللي هيزور اخوان شياطين ولا اخوان كاني ولا ماني، لان النسبه ضعيفه قوي، ولو حتى ضميت ليهم من هم متعاونين معاهم بالمال او السياسه او الاعلام اللي هي البوتقات الخارجيه، لا ما ياثرش عندي، واستطيع بالعكس طالما ان انا حاصرهم هم كاسماء وحاصر الاخرين الكنترول الالكتروني بتاعي يبقى عالي. انما انا النهارده حضرتك كبلد مستهدف استهداف استراتيجي ضخم للغايه، واتاذى هذا الاستهداف من 30 و3 7 و26، وابطل ناو كل يوم قاعد حضرتك تعمل له تديله بصمه او ضربه وهو بيحاول يعدل نفسه على هذا. اذا انا هيشتغل امامي اجهزه، وده الخوف، اجهزه محترفه احتراف شديد، فبالتالي هنا هي دي المساحه اللي انا عامل حسابها، مش حساب مجرد افراد اي زودوا لي. اسمح لي اعنون ما وصلنا لينا. فهمت. اتفضل. يعني سيادتك بتخشى من تدخل اجهزه امنيه خارجيه في التلاعب بنتائج التصويت الالكتروني. وحتميا هتخش،
وحتميا هتخش دي جديده. طيب اصل الاسباب انا مش بتكلم مجرد راي شخصي. النهارده لو حضرتك انسان مستهدف مني او من غيري وانا اجهزه ازاي هتامني؟ ما انت مستهدف مني وانا اصبت حضرتك في استراتيجيتك او في سياستك. دي اجهزه ودول. تمام. طيب دكتور سعيد، مش عارف محتاج اخد راي حضرتك في مناوره الاتحاد الاوروبي، لو جاز التعبير نسميها مناوره، فكره الاشراف ثم التقييم ثم والله لا لينا طلبات دي يعني اماكن اجهزه جي بي اس واجهزه اتصالات جاسوسه جاسوسيه لا مش يعني اجهزه اتصالات بالقمر الصناعي، مش عايز اقول بس اسم عشان اعلان، وربما يكون بعض ادوات الاسعافات الطبيه وبعض ادوات التامين الشخصيه، صح كده؟ وبعدين فوجئنا ان والله مصر رفضت، قالوا خلاف اداري، لا والله سمحنا، لا هنشرف وهنطلع تقرير. يعني احسنت في قولك كلمه مناوره خاصه بالاتحاد الاوروبي. اولا بدايه اود ان اشير الى العلاقه بين اوروبا اليوم كاتحاد اوروبي وبين امريكا. الذي يحكم هذا العالم هو الولايات المتحده الامريكيه، وليست اوروبا سوى ضيعه تابعه لامريكا تفعل ما يفعل الاتحاد، تفعل ما يفعل الامريكان. بمعنى ان امريكا عندما منعت عن مصر المعونه الامريكيه رغم انها منصوص عليها في معركه كامب ديفيد، منع الاتحاد الاوروبي اوتوماتيك وتلقائيا المساعدات الاوروبيه رغم انها منصوص عليها في اتفاقيات الخاصه بالاتحاد من اجل المتوسط الذي كانت مصر الشريك الثاني مع فرنسا فيه، ورغم ذلك منعت عنها، رغم اننا كما قال المشير السيسي وقتئذ وكان وزيرا للدفاع اننا نعيش حربا ضد الارهاب، ورغم ذلك منعت عنا اوروبا يعني المساعدات الاوروبيه رغم ان فيها قطع غيار خاصه بمكافحه الارهاب. يعني مساله غريبه جدا. انا اعتقد انه هذه مناوره ما بين الاتحاد الاوروبي، وكان يستهدف في النهايه منع بشكل او باخر لجان المراقبه. لماذا؟ لان كاثرين اشتون عندما جاءت الى مصر مرتين او ثلاثه والتقت محمد مرسي في زياره غريبه جدا ومريبه ايضا وغير بريئه، وعندما التقت وكلفت وزير خارجيه السويد وكلفت وزير خارجيه هولندا وكلفت وزير خارجيه المانيا بمطالبه باطلاق سراحي الى اخره، اعتقد ان عدم مشاركتها في رقابه الانتخابات يتمشى مع هذا الخط، كونها تراقب. اعتقد كان هذا امرا غريبا جدا بالنسبه للاتحاد الاوروبي. واعتقد في نفس الوقت ان اوروبا لم تحترم القاده الذي تعلمناه في اوروبا نفسها. يعني العلاقات الدوليه تقوم على شيئين، الشيء الاول احترام المتبادل للشعوب، لم تحترم اراده الشعب المصري اطلاقا، وانما الشيء الثاني المصالح المشتركه ضحت من اجل امريكا. انا اود ان اشير الى مساله ان اوروبا اصبحت تتماهى في السياسات الخارجيه مع الولايات المتحده الامريكيه، بحيث أصبح الحذاء وراء الحذاء تسير معصوبة العين وراء الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي كنا نتمنى أن يكون هناك حزب آخر أو كتلة أخرى مناوئة زي الاتحاد السوفيتي السابق، نجد الاتحاد الأوروبي. لكن الاتحاد الأوروبي مع ميركل حاليا في ألمانيا ومع فرانسوا أولاند فرنسا يعني صارت معصوبة العين كما قلت وراء الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لن تستطيع أن تميز بينها. في زمن جاك جيراك عندما كان رئيسا لفرنسا، وفي زمن شرودر عندما كان مستشارا لألمانيا، كان هناك رغبة أوروبية لاستقلالية القرار الأوروبي عن القرار الأمريكي. أما اليوم فأصبحت تتماهى تماما. طيب. أمريكا ترسم وفواتير الحساب تدفعها أوروبا. ولكن مصر حرصت على وجود وفد الاتحاد الأوروبي، يعني مصر حتى وافقت لهم على بعض الطلبات. نتكلم بصراحة، مصر تعول كثيرا على وجود هؤلاء المشرفين، وهناك من يتخوف من أن يكون هذا الوجود في نهايته وجودا سلبيا. والمناورة يعني لماذا؟ لأنها لم تحترم أرض الشعب المصري، ولم تحترم أن مصر دولة كبيرة ودولة فيها 90 مليون نسمة ودولة عندها قيود وقواعد معينة لابد من الالتزام بها. لا يمكن أي حال من الأحوال أن تأتي بأي جهاز ليكون معك، لأنك ستراقب. يعلمون جيدا أن مصر بالفعل في حاجة مدت يدها للجميع، حتى الاتحاد الأوروبي، حتى لأي جمعية حقوقية تفضلوا. كويس. يؤكد ان مصر مصداقيه مصر فوق كل اعتبار، وانتخابات يجب ان تكون نزيهه حتى اللحظه الاخيره. هذا من جانب مصر. لكن الاتحاد الاوروبي هي مناوره بالفعل. لماذا؟ لانه لم يكن كان يريد ان تتمادى مصر وتقول لا، فيمتنع الاتحاد الاوروبي، وامتنعت قبلا الامم المتحده، وامتنعت قبلا حتى مركز كارتر الى اخره. وكان مصر اصبحت وحدها. هل يصح في السياسه الدوليه أن يعني يصدر تقرير
وفد المراقبين التابع للاتحاد الاوروبي ويقول والله هذه انتخابات تمت في نزيهه وشهدت يعني قليلا من التجاوزات. ثم نسمع بعد ذلك انتقادات لخارطه المستقبل. هل يصح مثل ذلك في السياسه؟ لا يصح اطلاقا، لكن السياسه قبل اي شيء عندما تفرغ، حتى الدكتور بطرس قال عندما علمنا اياه كان يقول السياسه لغه المصلحه، مصلحتك فين؟ فعلى الشيطان لابد ان تمد يدك الى الشيطان، يعني دعك من المعايير والقيم وحقوق الانسان والقانون واحترام القانون، كل هذه الاشياء تقال فقط، لكن في الواقع العملي عندما يكون هناك محك حقيقي يجب ان تبحث عن مصالحكم، المصالح الاساسيه للغرب بشكل عام، الغرب واقصد الغرب هنا أمريكا وأوروبا أيضا، الغرب هي أن تقزيم مصر، لكن مصر لن تقزم لأن هناك إرادة شعبية عبر عنها الجيش تماما عندما تدخل وسمع إليهم في 30 يونيو يعني بأنها ثورة. طيب في أعقاب يعني في بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن فكرة في أعقاب القرار المصري أو الخطوة المصرية اليوم بتجديد الإجراءات إلى درجة يعني متقدمة على الحدود الغربية مع ليبيا، والسماح فقط للشاحنات والسماح فقط يعني للأدوية والمستلزمات والحركة التجارة في المرور، حتى إشعار آخر في ظل ما تشهده الساحة الليبية وما يعني تتوتر من أنباء. بعد الفاصل، اليوم هناك خبر من وكالة الأناضول بيقول اتفاق بين الجزائر ومصر وتونس لمنع وصول جهاديين لليبيا، وتم الاتفاق بعد جلسة أمنية سرية بين أجهزة أمنية للدول الثلاث في إحدى الدول. بعد الفاصل. أعلن المشير عبد الفتاح السيسي أنه مستعد للذهاب إلى إثيوبيا إذا تطلب الأمر ذلك، وأن لبحث الآثار الجانبية دور مهم في حل قضية سد النهضة، ولا بد من ترك مساحة للحوار الهادئ مع إثيوبيا. أعلن المشير عبد الفتاح السيسي أنه في إطار ترتيبات الأمن الإقليمي إذا تعرض الخليج لتهديد حقيقي وإن استدعت المصلحة القومية فلن يتردد، مطمئنا دول الخليج، نافيا توجيه رسالة لأحد، ولم يستبعد إمكانية إقامة الجيش العربي الموحد. اعتبر المشير السيسي أن الاقتتال في سوريا يمثل خطرا على الدول العربية أهمها السعودية والأردن ومصر، لافتا أن ما يحدث يمثل إنشاء لأفغانستان جديد بمنطقة الشرق الأوسط، وأن العائدين من سوريا خطر على الدول التي يعودون إليها. طيب، بشكل من الرصد دون التحليل ودون التلميح أو الإسقاط أو الإشارة، ومما يستدعي الدراسة، في حالة غير مسبوقة من حالات، وعاوز أختار كلامي، يعني عدم الارتياح أو الغضب من حركات موجودة بالساحة العربية مثل حركة حماس وحزب الله. الجديد في الأمر، ويمكن ضيوفنا يعني هيوضحوا لي الامر، الجديد ان ربما في التاريخ العربي لاول مره يحدث حاله نفور من فصيل يرفع شعار للمقاومه. لاول مره يحدث حاله نفور مجتمعي لفصيل بيقول والله انا ضد اسرائيل وانا يعني باقاوم الوجود الصهيوني. سئل المشير السيسي في لقاء الخير مع قنوات دريم والحياه والنهار عن هذا الامر، وحنشوف الإجابة إيه ونعلق. قضية كبيرة. فيديو لو هتاخدوا وقت قولوا لنا. هنشوف دلوقتي يا سيادة اللواء، هنحاول بس نجهز لفني، ولكن يعني أنا عاوز أتوقف الأول عند فكرة عدم وجود ارتياح لفصيل يرفع شعار المقاومه. ده شيء يعني انا في يعني في حياتي انا اول مره اشوفها. رصدين ده يا فندم شايفينه؟ لا بس هو في هنا حضرتك نوع من الخلط. اتفضل. الخلط المفهومي او الخلط الاستقبالي للمعنى. كلنا لما بنستقبل كلمه مقاومه هي شيء طاهر وحميد ومحترم وكلنا معاه. طيب. وخاصه حينما توجه المقاومه في اتجاه صادق ومصداقيه. طيب. في اتجاه عدو حقيقي واضح، وده كان بالنسبه لحماس كلنا بنرى هذا. حينما بس هو خمس كلمات، انا قلت لفصيل يرفع شعار المقاومه. اتفضل.
انا اسف ان انا ذكرت اسم ايا كان بقى انا اسف لا أي لا, لا لا مش الفكره الفكره لو هو فصيل يرفع شعار المقاومه خلاص طب. هو رفع شعار المقاومه ولكن اثبت كذبه واثبت عدم مقاومته بمفهومنا احنا او المفهوم الطبيعي عن المقاومه ثم عمل عكس ذلك تماما حينما يكون هناك فصيل مش هنقول اسم وبيقول انا من اهل مصر وافاجئ انه لم يعد من اهل مصر ودخل ضد اهل مصر وكاذب في مقال اصبح الشعار اللي قاله هو شعار مكذوب هذا ببساطه شديده بدون مسميات بدون اثباتات على الارض بدون ادله طيب. ثبوت واقعي طيب منذ نشاه هذه الحركات هل هذه هي المره الاولى الحقيقه هي يعني بالنسبه لي انا كمعلومات هي ليست المره الاولى ولكن المره الوحيده اللي كانت واضحه وضوح لا يحتمل اللبس نمره 2 المرة الوحيدة اللي كان لا يجب ان انا اتغاضى عما سبق من مرات يعني كان دائما ابدا فيه بيحصل اشياء مش مظبوطة ونجد انها في اطار عندي قضية كبيرة بدون مسميات ومهتم بيها قوي ولابد ان انا اغض البصر واتحمل زغدة او ضربة او خيانية صغيرة كده عشان القضية ما تتأثرش ولكن اما حصل ان هذا الفصيل هيموت القضية نفسها وبيبيع القضية نفسها ومضى على بيع القضية نفسها ما عادش له عندي مصلحة أصبح مجرم واضح تمام. ضدي وضد القضية يبقى ما عادش مواربة فمن حيث المرة الأولى هي المرة الأولى الواضحة بجميع المعالم طيب. ولكنها ليست المرة الأولى على مدار حركة هذا الشعار طيب المقطع جاهز كويس هو كان في قنوات دريم والحياة والنهار فقط هدعوكم إلى تذكر شيء واحد تذكر شيء واحد ونحن نستمع إلى المقطع تذكر أن المتحدث كان يوما من الأيام ليست بالبعيدة مدير المخابرات الحربية قضية كبيرة قضية فلسطينيين أن هم يبقى ليهم دولة وكده وأن الموضوع ده هيريح المنطقة كلها بالكامل بالمناسبة وأنا شايف أن في يعني فرصة حقيقية لده الدكتور محمود الزهار المتحدث باسم حماس قال دعوة المشير السيسي لحماس لتعيد إصلاح علاقاتها مع مصر تنسجم مع سياسة حماس ونحن نحرص على الحفاظ على الأمن القومي لمصر هل يمكن أن تأخذون من ذلك أن يمكن يكون بداية ولا حماس ستظل جزء من التنظيم الدولي للإخوان خلونا في الأقوال ولا الأفعال يعني أنتم تطالبوني بالأقوال ولا الأفعال أفعال طبعا عايزين أفعال وإحنا برضه عايزين أفعال عايزين أفعال طبعا. يعني الكلام ده لا يعني شكرا لكن عايزين أفعال طب وحزب الله يا فندم نفس الموقف بينطبق عليهم؟ التفكير الطويل ده احيانا الصمت ابلغ من الكلام افعال برضو ولا دايما احنا محتاجين افعال بجد ولا عشان مرتبط بوضع اقليمي كامل في ايران وفي انا مش عايز اخش في اوسع دايره النقاش في دي لكن عايز اقول احنا محتاجين افعال تجمعنا اكتر ما تفرقنا طيب هناك من يقول دائما ان مرشح يعني عبد الفتاح السيسي يبرع في قول ما يريد فقط ما يريد كويس ويبرع ايضا في عدم الرد على سؤال لا يريد الاجابه عليه سيادة لو عندك تعليق لا انا بشوف حضرتك ذكرت في ما يريد كويس لا انا شايف الحقيقه دي نقطه بتصب في مصلحتنا كدوله انه يبرع ان يكون يعني رجل دوله شايف الفيو كله او شايف الرؤيه كلها يعني على سبيل المثال عشان الكلام ما يبقاش عام او يفهم بطريقه سطحيه انا النهارده ما بتكلم على حماس وانا من الشهر اللي فات بس كنا متداخلين كمصر وادارات المخابرات عندنا المصرح. ايوه وعلى فكره المشير عبد الفتاح السيسي حينما كان اللواء عبد الفتاح السيسي كان مهندس عمليه تبادل الاسرى اللي حصلت وقالت شليط ايوه كان المهندس الاساسي فيها كمخابرات حربيه النهارده هو بيتكلم كرجل بالخبره دي بقول رجل دوله بعيد عن الانتخابات والقصه دي هو مش عايز يخش يقول كلمه وهو بيرى الحرص الشديد لمصر فإنها النهاردة تعمل قنوات وتفتح وتعمل تقاطعات جديدة وتخلي اللي أمامي يرجع وبقول له قدم على الأرض عمل حقيقي أستطيع أن أنا أحتسبه مش عايز سوري بالتعبير زي ما بنقول مش عايزين نعك حاجة عايزين نصلحها
فأنا شايف لا، هو ما بيتكلمش بمسألة شخصية، هو بيتكلم بمسؤولية عن مصر إنها دخلت النهاردة عملت صلح ما بين حماس وفتح، وفي طريق معين ووجع إسرائيل جامد، وده بيصب في مصلحة القضية الفلسطينية. هل هناك مازال حتة كالكوعة موجودة؟ آه طبعا موجودة، وعايزين نقول العمل اللي ممكن يطهر هذه الكالكوعة بتاع الشعار بتاع الشعار. ليه أنا يهمني حتى بما النهاردة بيتكلم أو أنا هأسقط ده؟ أنا يهمني لو أنا بحسبها من أمن قومي مصر، أنا يهمني كل مكان اللي حواليا في نوع من الاستقرار. طيب، كل ما هذا هيصب في مصلحة أمن القومي مصر. آخر نقطة حولها في النقطة دي عشان يعني ننهيها تماما، فكرة الوضوح هنا، احنا أمام رأيين. في رأي بيقول والله ده هقولها لك زي ما المصريين بيقولوها يعني صدق، ده حتى والله احنا يعني اتقال لنا ان حماس وراء، اختار كلامي برضه، وراء ال 16 مجند اللي ماتوا في 2012 في رمضان مثلا. ايوه، ومرت السنوات ومشي مرسي خلاص وبيتحاسب مرسي وما نعرفش لسه وما اتقالناش ايه اي حاجه والدوله لا تخاطبنا باي معلومه. كلمتين يا استاذ محمد اتفضل. وانا هقولهم بقى يعني اذا جاز اللفظ، اذا جاز اللفظ عن علم ومراره وتجربه. ما لا يفيدك يا مواطن، يا من تملك الشبق ومن حقك شبق العلم، وخاصة واسمح لي بيها الإعلاميين كويس، شبق الإعلام مفهوم، ما لا يفيدك هيضر بلد وهيضر سياسة، وهنا بالتالي الكلام بيبقى محدد. النقطة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها، أيوة حماس كانت موجودة في هذا، اللي أهم من ذلك وتم القسم قبل كده من القوات المسلحة أنها مش هتسيب دم الشهداء. أيوة، ودم الشهداء جه وما تسالنيش اكتر من طب ازاي ما اعرفش. دكتور سعيد يعني انا اضيف نقطه اخرى، يعني تاريخيا لما تيجي تبص على حركات الاستعمار بشكل او باخر كانت بتاعت كاننا وانت لو وصلنا من بلاكونا نلاقي العسكري الانجليزي مدجج بالسلاح واقف في مصر. كان الاستعمار بيعتمد على الوجود المادي العسكري، لكن بعد كده زارت فرنسا واتكلمت في هذا الاتجاه، وكان يقول لك بدل ما ابعت عسكري ابعت فيلم ابعت اغنيه الى اخره، والكلام ده موجود في الجزائر حتى الان بيتكلموا حتى فرنساوي حتى هذه اللحظه. لا ده نافع ولا ده نافع، احنا النهارده في تقليب على بعض احنا اتنين. يعني وقوفنا، انا لا ادافع عن حماس اطلاقا لان حماس متورطه في السجون، كان محمد مرسي والنظام المعزول وحتى القتل الشطر ليها في سيناء، وحتى هذه اللحظه في تورطات كثيره جدا جدا لبعض الحماسيين او لغالبيه الحماسيين صح التعبير. لكن بشكل عام من المستفيد من خلافاتنا مع حماس؟ من المستفيد في خلافاتنا مع حزب الله؟ او من المستفيد من خلافاتنا مع كل اولئك الذين يرفعون شعار المقاومه مثلا؟ اعتقد ان اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي نحن ابتلعنا الطعم الجديد والخاص بالغرب نقلبنا على بعض. يعني مثلا كان فيه ارهاب في جامعه القاهره، وكان فيه ارهاب في اسوان، من الذي يعني دفع عائله الدابوديه مع عائله مش عارف ايه في اسوان الاخر؟ اعتقد الهلايل مثلا هم الذين يدفعوننا لنقاتل بعضنا البعض لصالحهم. اسرائيل ادمنت فكره الحرب بالوكالة بعد أن عرفت جيدا أن أمريكا من منذ الحرب العالمية الثانية، لماذا أصبحت أمريكا أقوى دولة في العالم؟ ليس لأنها حاربت الجميع وانتصرت عليهم، ولكن لأنها اختزلت نفسها وبعدت تماما وتركت هتلر وألمانيا يحاربون. إذن يعني ليس من مصلحتنا أن نعيش الجو الطور الثالث من الاستعمار الجديد، وهو تقليب بعضنا البعض. يعني كانوا عايزين يعملوا اسكندريه تبقى عاصمه الاخباط ومصر تبقى عاصمه المسلمين والنوبيين يبقوا في الجنوب الى اخره. من الذي يقف وراء هذا التقسيم؟ الولايات المتحده الامريكيه والغرب. يجب ان نبتلع الصوم مره ثالثه. طيب، وندرك جيدا ان الغرب يخطط لنا لتقسيم بلادنا كما قسم ليبيا، واصبحت حتى من المفهوم السياسي دوله فاشله. طيب، لا يريد افشال مصر. سياده ليبيا، هاخد من سيادتك تعليق لو تسمح لي بفكره الخبر اللي يعني نشرته او بثته وكاله الاناضول التركيه، تحدثت عن اتفاق تم بين اجهزه امنيه تم بشكل سري في القاهره بين ممثلين عن مصر وتونس والجزائر لمنع وصول الجهاديين الى ليبيا. اخذ ثانيتين لان اصل الحوار الحقيقه يعني طيب سيادتك عندك تعقيب على فكره؟ هي ثانيتين. اتفضل. ما قاله الدكتور سعيد شيء كلنا حريصين عليه، وده يمكن حتى في حته بنقول ما اديش معلومات وما اتكلمش وببقى موجوع و
انما مع الاسف الشديد عمليا انت بتحافظ وفاهم وبتتحرك على الارض بمنتهى الشهامه والرجوله والامن والعلم وما يجب ان يكون، انما عندك حاجه بتوجعك على الارض فبتضطر تتسحب ليه. اذا دائما ابدا مش لازم هيكونوا الاثنين غلطانين، ممكن يبقى طرف من الخطا الشديد بتاعه غصب عنه بيسحبه. هذه نقطه. اما الخبر اللي حضرتك قلته، اولا ليبيا النهارده يمكن كان من اول امبارح للنهارده بحاول اعمل بحث دقيق، وجدت قدامي اكتر من 18 علامه استفهام كلها لا تستطيع اجابتها. بس من ضمن هذه العلامات لازم هنقول هناك تركيبه ممكن حاليا تكون اقليميه تقول ان هذا الكلام ممكن ان يكون موضوعي، رغم ان لما تقول لي مصر، الجزائر، في وسط الغنوشي، تونس هنا المسألة مش هي. ولكن حضرتك ذكرت قلت حاجة، قلت أجهزة أمنية. هنا ده اللي يخليني أقول احتمال الخبر ده، أنا ما عنديش معلومة، احتمال يكون الخبر ده سليم لسبب الخريطة اللي موجودة تستدعي الآن توائمات بهذه الطريقة، لأن هيحصل بعد كده رغم أن في المنطقة تدخل خارجي، وهنا التدخل مش زي ما بيقولوا في الشارع. اذا لم تخرج ليبيا من وعكتها الحاليه، يعني انا شايف ان الخروج المساله صعبه للغايه، وده شيء يخصنا قوي 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 ويأثر فينا قوي كمصر ويأثر في المنطقه بالكامل. واحد هذه العلامات، هل انت داخل تداوي ولا بتحول البؤره الى بؤره دوليه متقنه قوي، وفي هناك من سيستنزف وهناك من سيستقطع وهناك من سيضار، وهي المنطقه. وهذه أكبر علامة استفهام، لأن مشوار ليبيا والموضوع بتاع ليبيا عايز له كده 10 حلقات متصلين في بعض. طيب احنا نتحدث عن حدود مع ليبيا، يقال أنه يصعب أو يصعب يصعب تأمينها، فكرة أن 1000 كيلو متر وعندك فيها منفذ واحد والباقي المفروض أنها متأمنة، مفروض أنها متأمنة. ولو نتكلم عن التأمين بنتكلم عن التأمين من الجانبين، الموضوع يعني عسكريا ومهنيا وعلميا وعلى الارض مش سهل بصراحه يعني، وليست له. لا ده في لفظة. انا عندي فاصل بس انا عاوز اخد في لفظة حضرتك في ثانيتين. اما بتقول من الجانبين، اما يبقى من جانب واحد بقت بلوه تقيله. طيب بعد الفاصل، المشكله العويصه اللي هتقابل الرئيس القادم ايا من كان هو وزاره الداخليه، عندنا مرشح يتحدث عن اعاده هيكله لوزاره الداخليه، وعندنا مرشح بيتكلم عن مد وزارة الداخلية بأسلحة متطورة وبرامج للارتقاء بالفرد الشرطي فيها، وعندنا الداخلية بتقول الناس كلها بتتكلم عن تطويري وأنا واقفة بموت في الشارع. يعني امبارح ميت 4 توفي، استشهد 4 امبارح، فتعالوا والله اقفوا انتوا في الشارع وانا برضو اقعد كده في التكييف، ونقول ما تيجي نطور مثلا الاعلام، نطور كده الخارجية وهكذا. بعد الفاصل، أكد برنامج السيسي على ضرورة التعاون بين مصر وبقية الدول الإسلامية لتحصين الإسلام من غوائل التطرف وممارسات العنف والإرهاب ومن مؤامرات الوقيعة والصدام بين المسلمين والتفرقة بينهم على أسس مذهبية أو طائفية. أكد حمدين صباحي أن الركيزة الثالثة من برنامجه تقدم رؤية شاملة لصياغة سياسة خارجية جديدة تحمي المصالح المصرية وتحقق استقلال القرار الوطني عبر إقامة علاقات في دوائر الانتماء الطبيعي لمصر عربيا وإفريقيا وإسلاميا. أكد حمدين صباحي أن برنامجه يقدم خطة واضحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي من خلال إنشاء منظمتين إقليميتين، أولهما منظمة لأسرة دول حوض النيل لتعزيز العمل المشترك وتدشين مشروعات تنموية بين دول الحوض. أزمة سد النهضة ربما بتتصدر المشهد في الأمن المائي إذا ما جاز التعبير، ويمكن زي ما شفنا كان المرشح حمدين صباحي قال والله فكرته قائمة على منظمة تضم دول حوض النيل ومنظمة أخرى للعمل التنموي. كذلك بطبيعة الحال ربما مرشح السيسي كذلك تحدث عن أعمال تنموية واقتصاد، يعني مشروعات اقتصادية في دول حوض النيل، وتحدث عن زيارة إلى إثيوبيا، كذا زيارة يعني إذا ما تطلب الأمر. وهحتاج تعليق من دكتور سعيد.
يعني أنا كنت في فرنسا أمضيت هناك 20 سنة، وكان هناك مشهد غريب جدا، كنت محتاج وقتها أفهم، لكن فهمت بعد كده بعد 20 سنة مع أزمة سد النهضة، لأنه كان المصريين المقيمين هناك أو العرب بشكل عام اللي معاه إقامة 10 سنين يدفع لهم فلوس من جانب الحكومة الفرنسية ويسلم الكارت بتاعه ويعمل مشروع صغير ويعيش في بلد. هم شايفين بشكل أو بآخر إنه لابد أن تحل مشاكل الآخرين قبل أن تطردهم من عندك. إحنا تعاملنا مع سد النهضة يجب أن نضع في اعتبارنا الآتي، يجب أن نعتبر أن الشعب الإثيوبي يهمنا تماما كما يهمنا الشعب المصري. الشعب المصري يجب أن لا يعطش، والشعب الإثيوبي في حاجة إلى أن يولد كهرباء ويستخدم الكهرباء في مناطق عديدة يعني سلمية إلى آخره. كل هذه الأشياء أعتقد أن الإعلام الإسرائيلي، وأرجو أن تعتقد ذلك، الإعلام الإسرائيلي لعب دورا في أنه يروج الآتي، روج أن احنا ضد الشعب الإثيوبي ولا نفكر فقط في الشعب المصري. وهذا ما أكده الفريق السيسي عندما أكد أن هناك يجب أن يكون هناك حوار. أي مشكلة في الدنيا يجب أن تحل بالحوار، لا يجب أن تحل بالعراك والخناق ورفع الصوت إلى آخره. هذا زمن انتهى تماما، يجب أن نفهم منه. ثم أن الجيش الأثيوبي الذي دربه قادة إسرائيليين، يجب أن نفهم هذا، ليس صدفة أن يتم تأليب هذا الوضع. يعني أن ليبيا أصبحت دولة فاشلة بلغة السياسة، وحتى هناك نتوءات وبؤر موجودة في جنوب السودان، ثم أيضا مسألة إثيوبيا، كل هذا يؤثر علينا في الداخل، ونحن في مرحلة إعادة ترتيب بيتنا الداخل. كيف نرتب بيتنا من الداخل بينما متهرئ المناطق التي حولنا؟ وأعتقد أنه الحوار، والحوار الهادئ والحوار الطويل جدا، هو الذي يمكن أن يحل مشكلة أو حلت مشكلة سد النهضة. أما العنتريات لا مجال لها ولا الرومانسيات في السياسة. نحن أدمننا العنتريات وأدمننا في نفس الوقت الرومانسيات، لا هذا ولا ذاك يمكن أن ينفع. فقط علينا أن نبحث عن مصالحنا وعن الشعب الإثيوبي والشعب المصري معا. طيب سيادة اللواء، فيما يتعلق بوزارة الداخلية والأمن الداخلي العام، بقى الأمن الجنائي، أمن يعني الشارع، الأمن العام، أمن مفهومه البسيط للمواطن، عندنا مشكلة. عندنا وزارة بتئن وكل يوم يعني بتطلع شهداء، وعندنا أفراد وضباط بها بح صوتهم في فكرة الحقوق، يعني بيقول لك والله أنا بقف يعني كذا 16 ساعة في اليوم شغل، والراتب يعني لا يغني ولا يعني يكفي. وعندنا فكرة مغازلة للناخبين، هناك من يتحدث عن تطوير لهذه الوزارة، وهناك من يتحدث عن إعادة هيكلة، ويعلم أن هذه الكلمة تصيبها بحساسية، يعني في حساسية شوية من إعادة الهيكلة. بتشوف رايحين فين مع وزارة الداخلية؟ أولا حضرتك، يعني حتة أن أنا أغازل انتخابيا في أمور أنا لا أفهمها ولا أعي ما أقول، وهي لما أجي أقول هيكل وزارة للأمن الداخلي، أنا يمكن لو سألت من قال هذا أقول له طب إيه هي السيكتور أو القطاعات أو التقسيمات داخل هذه الوزارة عشان تقول لها هيكل يعني. طب اقول لنا سيادتك، اتفضل. طيب هو كان عاوزين يمشوا بعض الوجوه القديمه من ايام نظام مبارك، بعض الرتب يعني، وكذلك يلغوا فكره الامن السياسي في امن الدوله مثلا، ويبقى الامن الوطني فكرته هي جمع المعلومه بما لا يتنافى مع العمل السياسي والعمل الحزبي. اتفضل. طيب لو خدت حتى اللي حضرتك بتقوله ان ده تعبير ليهم، اسمح لي في اللي هقوله. أولا ما فيش دولة في العالم ما عندهاش مش جهاز واحد للأمن السياسي، من جهاز ل14 جهاز، وبقصد هنا أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. أما تمسك أي دولة أوروبية هتجد أن أي دولة المينيموم عندها 3 أجهزة داخلية. لما بص لإسرائيل ألاقي 3 أجهزة داخلية وجهاز انترناشونال. تمام، أنا عندي هنا جهاز واحد بقول أمن دولة خلاص. كون أن أنا كمواطن مما هو مشاع وصل لي امور ان ده بقى كخه ووحش، ده شيء براحتك قول زي ما انت عايز. انما ضروره الجهاز ده كجهاز جمع معلومات وتقصيه ووضع الخريطه امامي كشرطي، الخريطه تبقى واضحه اجراميا وارهابيا و و و و، دون هذه الخريطه ما فيش عمل شرطي. وبتكلم سياسه فندم النهارده سياسه. اما اجي اقول جهاز امني خاص بالمعلومات ويتقال عليه انه كان بيعذب، سواء بيعذب او سواء كانت اشاعه او كان في حقيقه واتضخمت، يبقى انا اطهر اصلح،
انا عندي النهارده حضرتك تعلم من ما فيش 3 4 ايام خرج علينا خروج برضه لطيف حتى في القضاء وتحويل 35 وحسابات والاسباب محدده و و و. طب عندي لا داخل الشرطه بنقول بتوع الشرطه نفسهم وزير الداخليه نفسه قال لك انا ادرى بوزارتي وعندي محتاجه نوع من التطهير في بعض الاماكن والتعديل في بعض الاماكن. هل ده يمكن يتم في يوم وليله على مستوى دوله؟ انا عايز يبقى في القضاء شيء او في 30 سنه يا فندم حضرتك اتفضل. ما انا بقول لحضرتك النهارده انا عندي 30 سنه اهو أو 30 سنه اتفضل انا اسف عندي 30 سنه في عامله لي دامج تمام. لا يبقى انا لما اتكلم على مهمه حضرتك يبقى لازم افهم قبل ما اقول بقى انا هيكل اعلام او هتدخل في شغل الاستاذ محمد ابقى فاهمه. وادبيا يجب ان انا اتكلم في حدودي لان حته الشرطه تتهيكل او تتعدل او تتوضب اعتقد انها وعن علم وعن اتصالات اخرها كان النهارده لا الناس دي فاهمه كويس قوي هتعمل ايه بس شويه وقت. تمام. سياده اللواء محمود زاهر خبير الامن شكرا جزيلا لك فندم نورتنا. دكتور سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات السياسيه والدوليه بالاهرام شكرا جزيلا لك دكتور سعيد وشكرا لكم على حسن المتابعه. فقط التذكير غدا في 3 عصرا تعلن اللجنه العامه للانتخابات الرئاسيه المصريه النتيجه النهائيه لتصويت المصريين بالخارج. دمتم في حفظ الله وامنه والى اللقاء.